حديقة الحيوان هذه أسست في المكان هذا لها 4 سنوات. خلال 4 سنوات كانت أجمل حديقة حيوان موجودة في قطاع غزة. هذا المكان مكان سياحي ملوش أي لون سياسي، هذا مكان سياحي لكل طوائف الشعب الفلسطيني ولكل ألوان طيفهم. من اللي دعانا أنه نترك مكاننا؟ وجود الاحتلال الإسرائيلي. بعدين أنا بدي أسألك كمان سؤال آخر وتوجه للاحتلال الإسرائيلي، بغض النظر إذا كان فيها ناس ولا ما فيش فيها ناس، ما برضو الجيش الإسرائيلي دخلها وخرب فيها. هذه عبارة عن ناقة، احنا نسميها زوجة جمل، حامل في بطنها جنين، ضلها شهر فقط وبتلد، لكن قصفت من الجيش الإسرائيلي في ظهرها قصف وحشي كما ترى، وبعدين هيها فتحت أمها من الألم، من الألم الشديد. مسرح أطفال طبعا ديستروي مش عارف ليش يعني، أو هدن مش عارف ليش، ومكان ألعاب للأطفال. طبعا هذا اليرد هو هي وابنها طفل صغير، طبعا من الخوف دخلت هذا المكان، من الخوف. اول شغله هناك اطلقوا النار على الاسد في المنطقه الاماميه، فهرب الاسد واللبوه في المكان هذا، اطلقوا عليه مره اخرى ما اصيبش وهرب من الفتحه اللي انفتحت داخل الاقفاص الموجوده. لكن إرادتنا حتكون دائما مش مريضة أبدا نهائيا، حتكون قوية جدا الإرادة عندنا إرادة البناء موجودة في كل أبناء الشعب الفلسطيني من الطفل للكبير، وحنعيد بناءها.